شددت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني على ضرورة منع استهداف الأطفال الأبرياء، معربة عن شكرها للرئيس السيسي على عقد هذه القمة. وفي كلمتها خلال قمة القاهرة، أكدت ميلوني ضرورة إطلاق مبادرة سياسية لحل الصراع بشكل مستدام من خلال حل الدولتين. هو شيء مهم جدا لجميع القادة الموجودين على مائدة المفاوضات والذي يتم في غزة، ولكن الذي يتم في غزة ده ليس هو صراع، هنا صراع إقليمي، ولكن صراع لأجل الحضارة. ولكن يجب أن نكون منتبهين للمساعدات الخاصة بنا والخاصة بأهل غزة.